مساء النور والسرور لزلات التالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين معايا شي صهودات؟ مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. الفيديو نتاع اليوم كيما كتشوفوا الفطائر كيجيو خفافين وبنانين وكيحماق عليهم الكبير والصغير. دونك هاد الفطائر ساهلين البنات كيوجدوا في ساعة، وهذا هو الأهم. تبعوا معايا الطريقة. كنحتاجو بيضة، معلقة نتاع السكر، قبيصة ديال الملحة، من بعد غادي نبداو نخلطوهم بالتراب يدوي اولا بكهربائي كيف ما بغيتو. انا شخصيا استعملت غير التراب اليدوي، فكيف ما غادي تلاحظوا معايا كيجيو خفافين. نزيدو عليهم البنات جوج كيسان ديال الطحين اولا زلافه عامره ديال الطحين، الفارينه العاديه نتاع الحلويات اولا العاديه، اي غادي نزيدو جوج كيسان ديال الفينو دقيق الصلب الرقيق، هذاك غادي نحتاجو حتى هو جوج الكيسان، يعني نفس العبار الدقيق نفس العبار الفينو. انا البنات استعملت الغربال باش هكذا داكشي، باش خدمت غير التراب اليدوي. دونك الا ما استعملتوش الغربال البنات من الاحسن ديروا التراب الكهربائي، باش هكذا كيحيد داك التكتلات اللي كتكوننا في الخليط ديالنا. ضروري من الغربله البنات، اولا سينو كيف قلت لكم ديروا التراب الكهربائي. دونك بحال هكايا غنبداو نخلطوها، من بعد غادي نزيدو خميره ديالنا البنات. عندي هنايا خميره، هنايا عندي انا 14 غرام ولكن ناقصه، راني دايره غير 7 غرام البنات. دونك ديروا غير خميره 7 غرام. ايه عندنا ساشي ديال لافاني باش هكايا نسموهم، اذا ما بغيتوش تخدموا لافاني فهذا اختياري، تقدروا تخدموا المبشور نتاع الحامض او المبشور نتاع البرتقال. عندنا هنايا الخميره نتاع المعجونه نتاع الدار، دونك عندي معلقه كبيره ديال الخميره، ونبداو نزيدو عليهم الماء. بالنسبه لي انا 4 ديال الكيسان ديال الماء. الماء ما يكونش بارد وما يكونش سخون، يعني دافي واحد شويه بحال غير عطات فيه السخانه ورجعات. دونك نبداو نخلطوا بحال هكايا بهذه الطريقه هذه، كيف قلنا اللي ما غربلش الطحين يخدم التراب الكهربائي. دونك نبقاو على هذه الطريقه هذه حتى نحسوا بان الخليط ديالنا كامل جانس وما بقات عندنا حتى شي حبيبه او شي تكتلات نتاع الطحين. من بعد ما تجانسنا الخليط ديالنا كامل، فغنغطيوه بالفيلم اليمونتيغ او البلاستيك الغذائي، ونخليوه يختمر في واحد البلاصه هكايا، نديروا عليه واحد المنيدل ونخليوه يختمر لمده نتاع 10 دقائق حتى ل 15 دقيقه، حيت راه دغيا غيخمر لكم البنات، فيو كو دايرين فيه الخميره نتاع الدار راه دغيا غادي يخمر. دونك نخليوه هكايا كيرتاح، ومن بعدها نسخنوا المقيله ديالنا ونبداو نطيبوه فيه. هانتوما كيما كتشوفوا معايا هو الخليط ديالنا اختامر كيف ما كتشوفوا. دونك غادي نخلطوه شويه هكايا بالمغرف اللي غادي نخدموا بها. هانتوما كيما كتشوفوا راه عقاد وتقال لينا وكيبان بلي راه خامر مزيان. دونك صافي دابا نبداو على بركه الله الطياب ديالو. كيف قلنا المقله غنسخنوها مزيان، نديرو فيها واحد القطيره ديال الزيت هكايا، وندوزوها بالشيته بحال هكا، ندوزوها على المقيله ونبداو على بركه الله الطياب. البنات البوطه ديالكم شعلوها بحال غطيبو البغرير، يعني جهدوا ليها في الاول بيد ما ترتقوا داك البويبقات في القدمين، يعني كيف ما البغرير بالضبط، غير كيبداو كتعطي فيهم العافيه كيبداو كيتنفخوا داك البويقات. هذاك الساعات نبداو نقلعوها من الجناب هكا باش من بعد نقلبوها، يعني ما نخليوهاش حتى حتى تشمع من الجناب وهذا ومن الفوق، نو سوغ بلاص نقلبوها باش هكذا كتجينا خفيفه، ومن الداخل كتجي بحال الخبز من الداخل، كتجي كيف قلت لكم انا بحال الشكل نتاع المخنفر. سيسا
نتاع المخنفر، يعني فطائر بحال الشكل ديال المخنفر. هانتوما كتشوفو كتنفخ داك الخميره اللي درنا، راه كتنفخ وكتجي الشيشه من الداخل. دونك نستمروا البنات على هذه الطريقه، هذه نساليو كاع الخليط ديالنا. فانا الخليط ديالي دار ليا 25 حبه. المقله عندي صغيره بيان سو، انا دايره مقله صغيره، انتوما على حسب المقله اللي غادي تخدموا. هي ما تنساوش عفاكم كل مره بغيتوا ديروا غادي تدهنوا شويه بالزيت، المهم لتفادي اي التصاق باش نتفادوا الالتصاق نتاع المخيمرات ديالنا. دونك نكملوا على هكايا، وغادي نمشي نوجد لاصوص ديالي او لا لاصوص المرافقه لهاد الفطائر هادو، اللي هي عباره عن السمن او لا الزبده والعسل. بالنسبه ليا الزبده البنات انا يا سخنتها مع شويه نتاع السحتر وزدت عليها العسل، ذوبت العسل معاها وهكذا طلق داك السحتر في داك الزبيده وداك العسيله، وجاو غزالين البنات ما نعاودش لكم، جاو من السمين واحد التنسيمه خطيره. دونك هذا ما كان البنات. دونك من بعد ما غادي نوجدوا لاصوص ديالنا نسكبوها على الفطائر ديالنا اللي غنكونوا وجدناهم من قبل، حطيناهم في واحد لو بلا او لا واحد الطبيصل، ونخوي عليهم هذاك الخليط نتاع الزبده والعسل، وهكذا كيطلقوا كيتشربوا سورتو ملي كيكونوا سخانين كيتشربوا مزيان داك لاصوص هذيك او داك الخليط، وكيجيو غزالين البنات من الداخل، كيجيو كيتعسلوا من الداخل. الحبيبات ديالي كتكون هذه هي الوصفه ديال اليوم. انتما كيف كتجي غزاله شهوه من الناس، سورتو ملي كديروا عليها داك لاصوص نتاع العسل والزبده كتجي غزاله رائعه البنات، ومن الداخل كامله كيف قلت لكم كتعلق بداك العسيله وداك الزبيده، المهم كتجي خطيره ما عندي ما نقول لكم. دونك نتمنى انكم تجربوها وتردوا عليا الخبر كيف ما العاده، ونتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم. وبيان سور الا كان عجبكم ما تنسونيش بلي لايك ديالكم ولي كومونتير زوينين كيف ما العاده، اقتراحاتكم اللي كيهموني بيان سور وكناخذ بعين الاعتبار ديالهم. اقتراحاتكم ملاحظاتكم كل شيء مرحب به في القناه ديالي والقناه ديالكم. دونك جا الوقت اللي غادي نقول لكم السلام عليكم، حتى الفيديو الجديد ان شاء الله نتلاقاو مع شي وصفه زوينه او لا شي فلوق حتى هو زوين. سلامة، بيزو بيزو.